حبيت أوضح بهذا الفيديو عن معلومات وصور انتشرت بالسوشيال ميديا. هالمعلومات ما صدرت مني. بالمناسبة حبيت أبارك أبو أولادي وزوجة الفنانة أصالة. إحنا مطلقين من فترة مو قصير. شكرا لكم هوايه. أكدت أصالة 12/9/2021 خبر زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن اللي هو مدير أعمال المطرب ماجد المهندس، ودي أول صورة ليهم. ألف مبروك. أصالة نصري معروف طبعا، هي عندها حوالي 52 سنة حاليا. جاتها اتنين، أول واحد اللي هو أيمن الذهبي، خلفت منه خالد وشام، وهنشوف صورها لما كبروا هنا مع ابنها خالد. بعد كده اتجوزت طارق العريان، ده الزواج التاني ليها، وخلفت منه علي وآدم. وكان في كلام عن زواج ثالث لأصالة من نائب برلماني مصري، ولكن الكلام ده مش أكيد.